بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه اهتدى بهداه، ثم أما بعد، فمرحبا وسهلا بكم يا شباب في لقاء متجدد يجمعنا في الساحة البرهامية أبناء السيد حسن سعد إبراهيم جعفر الحسيني البنداني رضي الله عنه، أبناء السيد الشيخ سيد سليم الفاوي البرهامي المصري رضي الله عنه ونفعنا الله به وبركاته وعلومه في الدارين اللهم آمين، حيث نجتمع لنقرأ سويا موطأ الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، وهو الكتاب الأم في هذا الميدان، ومنه استقى المالكية مذهب إمامهم. والإمام مالك إمام دار الهجرة رضي الله عنه، نفعنا الله به وبعلومه في الدارين اللهم آمين. وقد قرأنا في الموطأ حتى وصلنا عند باب ما جاء في البول قائما يقول وغيره. فما معنى كلمة وغيره هذه؟ فلا بد أن يكون لها إيه؟ أن يكون لها معنى أو أن يكون لها إضافة. فيشعرك الإمام بادئ ذي بدء أنه سيحدثك عن البول قائما وغيره، إذن سيضيف لك معلومة إضافية عن كون الباب يتحدث عن إيه؟ عن البول قائما. ولا بد وأن ننتبه أننا بإذن الله تعالى سنقف على حكم الفقه أو على حكم الشرع أو على المذاهب الأربعة في هل يجوز أن يبول الرجل قائما أو لا، فهل أجازه أحد، هل كرهه أحد، هل عده أحدهم مكروها أو عده أحدهم مباحا، هل بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما أم لا، وما الحكمة في أنه فعل إن كان قد فعل. وعندنا بعض الإشكالات الفقهية في أن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد أعظم على الله الفرية أو فقد كذب، وحديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم دخل صباطة القوم فبال قائما، فهل ثم تعارض بين حديث أمنا عائشة والحديث الآخر؟ وبعض المسائل الفقهية التي سنعرفها ونحن نقرأ هذا الباب لأنه في غاية الدقة وفي غاية النفاسة بفضل الله سبحانه وتعالى. أقول معتمدا على الله وحده سبحانه بالإسناد المليح الرجيح الصحيح إلى الإمام مالك رضي الله عنه برواية يحيى بن يحيى، قال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال، وعليه فإن الذي حكى هذه الحكاية رجل يسمى يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد هذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من هذا الرجل روى عنه الشيخان البخاري ومسلم رضي الله عنهم. قال يحيى بن سعيد دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول، كشف عن فرجه ليبول، وهو إيش؟ أعراب. والأعراب من هم الأعراب؟ الذين يسكنون البادية في الصحراء، وإذا لهم صفات ولهم يعني أخلاق تختلف عن أهل الحضر، فإن فيهم شيئا من الشدة وشيئا من القوة أحيانا، إذا لهم صفات ولهم طباع، هذه هي الكلمة التي كنت أبحث عنها، إن لهم طباعا تختلف عن طباع أهل الإيه؟ أهل الحضر، أهل المدن. كذلك إن رحت تنظر في العصر الحديث فإنك تجد طباعا لأهل الصعيد تختلف عن أهل القاهرة، وإنك تجد طباعا لأهل محافظات الدلتا تختلف اختلافا كبيرا عن طباع أهل مين؟ أهل الصعيد، وهكذا. فالأعرابي إذن هذه كانت من طباعه، كشف عن فرجه اليبولة في المسجد زمان، فصاح الناس به. من الذين صاحوا به؟ الصحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم، حتى على الصوت، على الصوت فين؟ في المسجد، كأنهم استنكروا هذا استنكارا كبيرا، وحق لهم أن يفعلوا. فهل هذا من طباعهم أن يتبولوا في المسجد؟ لا طبعا أبدا، لكنهم لما رأوا هذا من الأعرابي ما الذي حدث؟ استنكروا حتى على الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحديث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه. اتركوا مين يا مشايخ؟ الأعرابي. اتركوه فتركوه، فبال. مين اللي بال ده؟ الأعرابي. كان واقف ولا كان قاعد؟ واقف. لكن تخيل أن الرواية ليس فيها فبال قائما، ليس فيها، لأجل هذا سيدنا الإمام لما ترجم للباب قال باب ما جاء في البول قائما وغيره. إذن غيره هذا دخل فيها أنه بال فين؟
في المسجد كمان، لم يبل قائما وفقط، وإنما بال قائما وفين كمان؟ وفي المسجد. قال: فتركوه فبال، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان، يعني يطهر. يا أحبابي، بطريقة الطي والنشر التي اتفقنا عليها في الأسبوع الماضي أو في الحلقة الماضية أو في الدرس الماضي، أقول لكم إن لنا في هذه الرواية ستة مسائل. كم مسألة؟ ستة مسائل. هذه الرواية التي يعني في سطرين أو سطرين ونصف فيها كم مسألة؟ ست مسائل، ولكم أن تتعلموها، فإنها من العلم الدقيق، انتبهوا لها جيدا حتى تستخلصوا معي حكم البول قائما عقب هذه الرواية والرواية التي بعدها. إذ الباب كله لم يورد فيه الإمام إلا روايتين وسؤال سؤله الإمام مالك رضي الله عنه. جميل يا مشايخ، انتبهوا صلوا على سيدنا رسول الله. كم مسألة لنا في هذه الرواية وحدها، أما في الباب كله فالمسائل كثيرة، لكن الآن أتحدث عن هذه الرواية وحدها. فيها كم مسألة؟ ست. بادئ ذي بدء فيها ستة مسائل. أما المسألة الأولى فهذا الحديث حديث مرسل. وش يعني حديث مرسل؟ يلا يا مشايخ يا طلبة العلم، ما دمنا نقرأ كتابا في الحديث وهو كتاب في الفقه أيضا، ما معنى أن الحديث مرسل؟ لا لا لا، يجب أن تعرفوا هذا وتتعلموا، وإلا فسنفرد مجلسا آخر أو درسا آخر نقرأ فيه الباعث الحسيس في اختصار علوم الحديث. تعرفونه؟ هذا كتاب غاية في الدقة والأهمية. إن لم تكون عندكم هذه المعلومات فسنقرأ لكم جزءا حديثيا، من هو الضعيف، من هو الموصول، من هو المعضل، من هو الغريب. صحيح؟ هذه معاني يجب أن تكون واضحة عندك. أما الحديث المرسل فهو الذي أرسله التابعي إلى رسول الله وأسقط الصحابي. جميل هذا الكلام. إذن هذا الذي حكى الحكاية يحيى بن سعيد من الصحابة ولا من التابعين؟ بل هو من التابعين. قال رسول، حكى الحكاية، أرسلها مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحضرها. ليس صحابي، لا، وإنما من التابعين، وهو أرسل الحديث إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى القصة وهو لم يحضره. إذن هذه أول مسألة، هذا الحديث الذي في الموطأ مرسل ولا متصل؟ مرسل. أرسله يحيى بن سعيد إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. خلاص. إلا أن هذا الحديث يا مشايخ اعلموا هذا جيدا، جاء موصولا في الصحيحين، يعني أرسله الإمام مالك وجاء موصولا فين؟ في الصحيحين، في البخاري ومسلم. جاء موصولا في الصحيحين. كيف؟ قال: وصله البخاري من طريق ابن المبارك، ومسلم أيضا وصله من طريق عبد العزيز بن محمد الداروردي، والشيخان معا من طريق يحيى القطان. إذن وصلوا هذا الحديث وقالوا يحيى بن سعيد عن يحيى مين؟ عن القطان رضي الله عن الجميع. قال ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، كأن الذي حكى الحكاية مين؟ يحيى بن سعيد الأنصاري، هذا هو الصحابي. أنه قال: سمعت أنس بن مالك، كمان مش يحيى بن سعيد، إنما الراوي الأعلى مين يا مشايخ؟ أنس. إذن من الذي قص هذه القصة؟ ها؟ أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. إذن أول رواية في الباب في قضية البول قائما وغيره، انتبهوا، هذه القضية الأولى من ستة قضايا، أن هذا الحديث جاء في الموطأ مرسلا، وأن الشيخين البخاري ومسلم وصلاه من طريق آخر، حتى رووا جميعا عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، الصحابي الجليل خويدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسؤال الآن: هل يجرؤ إنسان بعد هذا أن يزعم أن هذا الحديث وهو بول الأعرابي في المسجد، هل يستطيع أحد أن يزعم أنه حديث ضعيف؟ الإجابة لا. لا. ليه هو مش حديث ضعيف؟ لأنه جاء موصولا في الصحيحين، في البخاري ومسلم. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية: قال دخل أعرابي. السؤال يا مشايخ، من هو هذا الأعرابي؟ ها؟ تعرف اسمه؟ لا تعرف اسمه. من هو هذا الأعرابي؟ ثم هل معرفة من هذا الأعرابي تفيدنا معلومة جديدة؟ الإجابة نعم، تفيدنا شيئا من العلم. إيه طيب، من هو هذا الأعرابي؟ ألا خذ بالك يا مولانا أن هذا الأعرابي هو في بعض الروايات الأقرع بن حابس. قيل هو الأقرع بن حابس التميمي، قيل هو الأقرع بن حابس التميمي. والأقرع بن حابس التميمي هذا له موقف شهير مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولا لا تعرفونه؟
لا تعرفون موقفه مع النبي؟ تعرف يا شيخ محمد ايش هو؟ كان ليس هذا. أيوة نعم، قال يا رسول الله إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم قد. قال أو أنبك أن نزع الله الإيه؟ الرحمة من قلبي. وأيضا له موقف آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم الحجة فحجوا. فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. قال زروني ما إيه؟ ما تركتكم. واضح. قيل هو الأقرع بن حابس، لكن هل عندنا يقين أنه الأقرع بن حابس؟ لا. ليس عندنا يقين. ليه؟ قال قيل أنه هو الأقرع بن حابس التميمي، لكن أخرج أبو موسى المدني في الصحابة من طريق محمد بن عمرو عن عطاء بن سليمان بن يسار أنه ذو الخويصرة. إذن قيل الأعرابي هو الأقرع بن حابس، وقيل الأعرابي هو ذو الخويصرة اليماني، وكان رجلا جافيا، وغالبا ما سيكون هو هذا الرجل. وهو مرسل وفيه راوي مبهم وأخرجه إلى آخره. بل وقيل ذو الخويصرة هذا اسمه حرقوس. اسمه إيش؟ حرقوس. وهو أعرابي، حرقوس بن زهير الذي صار بعد ذلك من رؤوس الخوارج، وقد فرق بعضهم بينه وبين اليماني، ونقل عن أبي الحسين بن فارس أنه عيينة بن حص. إذن هو كم واحد؟ كم؟ كم الأول مين؟ الأقرع بن حابس أو ذو الخويصرة أو عيينة بن حص. عيينة بن حص. أما ذو الخويصرة فيقينا ليس هو. تمام؟ أما ذو الخويصرة اسمه إيش؟ ها؟ اسمه إيش هذا؟ يقينا ليس هو. لماذا؟ لأن الأعرابي الذي بال في المسجد تاب وأناب وحسن إسلامه وصح كلامه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ذو الخويصرة هذا فالذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئ هذا أقوام، والحديث الشهير هذا منافق ومات على الإيه؟ على النفاق. إذن الأمر محصور بين أن يكون عيينة بن حصن أو مين؟ الأقرب. أو الأقرب بن حابس. والأقرب عند العلماء أنه كان مين؟ عيينة بن حصن. والعلم عند الله تعالى. الإمام الزرقاني يقول في الآخر والعلم عند مين؟ عند الله تعالى. ماشي مشايخ؟ وإذا نعم؟ ثلاثة. الأول أقرع بن حابس أو ذو الخويصرة اليمني، أو ذو الخويصرة أو عيينة مين؟ والعلم عند الله تعالى. عند الله تعالى. لكنه أعرابي حدث منه هذا الذي سمعتموه وعرفتموه. قال الإمام الزرقاني رضي الله عنه والعلم عند الله. قال الحافظ وتوقف الحافظ ولي الدين في أنه ذو الخويصرة اليماني، فقال كيف يستقيم ذلك وذو الخويصرة منافق؟ مش هو لا، وهذا الذي بال في المسجد مسلم حسن إسلامه، مش منافق ولا حاجة. تمام. لرواية ابن ماجة وابن حبان عن أبي هريرة ففيهما فقال الأعرابي بعد أن فقه في الإسلام فقام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأبي وأمي فلم يؤنبني النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الأعرابي قال إيه؟ بأبي هو وأمي لم إيه؟ لم يؤنبني. إذن الآن ذكرنا كم مسألة في هذه الرواية حتى الآن؟ ثلاثة. مسألتين. الأولى أن هذا حديث جاء في الموطأ مرسلا، وذكرونا أننا نقرأ جزءا حديثيا في مجلس واحد نذكر فيه تعاريفا أو توضيحا لأقسام الحديث. الصحيح ما هو؟ الحسن ما هو؟ الصحيح لغيره ما هو؟ الحسن لغيره ما هو؟ أنواع الضعيف ما هي؟ المرسل ما هو؟ المعلق ما هو؟ المعضل ما هو؟ الغريب ما هو؟ ذكرونا أن نفعل هذا ولو في مجلس واحد، حتى إن قلنا هذا حديث غريب تعرفون ما معنى غريب. إذا قلنا حديث مرفوع تعرفون ما مرفوع. إذا قلنا حديث إيه؟ مرسل تعرفون ما مرسل. خلاص. ومبدئيا المرسل قسم من أقسام الحديث. صحيح ولا الضعيف؟ ضعيف. الضعيف. الضعيف. المرسل قسم من أقسام الحديث. ضعيف. والمعضل ضعيف أيضا. طيب والمعلق ضعيف أيضا. والغريب ضعيف. الغريب ضعيف أيضا. إذا نذكرون ما معنى غريب. طيب ها؟ إيش يعني حديث غريب؟ العلماء ما سمعوش عنه بكده؟ يعني إيه ما سمعوش عنه؟ بس ما سمعوش حديث غريب. الغريب هو واحد فقط. أيوه. الغريب هو الذي رواه ثقة واحد، يعني راوي ثقة في الجيل الطبقة.
رواه كم واحد؟ واحد. يبقى اسمه غريب لأنه لم يوجد علة عند هذا عند واحد، فصار إيه غريبا وإلى آخره. يذكرون أن نفعل هذا. من هو هذا الأعرابي الذي دخل المسجد فبال فيه؟ قيل خلاص، قيل الأقرع بن حابس، وقيل ذو الخويصر، وهذا مستبعد، وقيل عيينة بن حابس. المسألة الثالثة، هذا الحديث يا سادة روي بعدة روايات، بعدة روايات، قال روايات متنوعة، كأن الحضور في المسجد كلهم حكى الحكاية بطريقته وبأسلوبه، إلا أنهم جميعا اتفقوا على رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو كيف عمل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الإيه، مع هذا الأعراب. لكنه ورد بكم رواية؟ بروايات كثيرة. أحكي لكم بعضها الآن، اسمعوا وصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال رواية الدارقطني عن ابن مسعود: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيخ كبير. مين الشيخ كبير؟ هل في رواية الموطأ شيخ كبير؟ لا، إذن روى بروايات أخرى. ها؟ قال شيخ كبير، فقال يا محمد، أعراب يعني لم يدخل كده بادئ ذي بدء يكشف عن عورته ويقول في المسجد، وإنما هو تحدث مع النبي أولا بلغة جافية، فلم يقل يا رسول الله، وإنما قال يا محمد. هذه رواية الدارقطني يا مشايخ. قال يا محمد متى الساعة؟ قال أعددت لها؟ قال لا، والذي بعثك بالحق ما أعددت لها من كبير صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله. قال فإنك مع من أحببت. تخيلوا أن هذا الأعرابي، هذا الحديث الشهير، ماذا أعددت لها؟ قال أعددت لها حب الله ورسوله. الحديث ده مشهور جدا. تخيلوا هذا الأعرابي الذي سأل هذا السؤال، النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت مع من أحببت، هذا حديث شهير، هو الذي بال في المسجد. يعني بعد أن أخذ هذه الفائدة العظيمة هو الذي قام فبال في المسجد. وفي رواية أخرى قال له النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحكاية: ما الذي حملك أن قلت في مسجدنا؟ تتعمل كده ليه؟ فقال يا رسول الله، والذي بعثك بالحق نبيا ما ظننته وهذه الصعودات إلا شيئا واحدا. فكرت أني بأرض الجامع زي أرض الصحراء. أنا أعمل لك إيه؟ ما ظننته وهذه الصعودات إلا إيه؟ شيئا واحدا. خلاص، هو تراب المسجد مثل تراب الإيه؟ الصحراء التي بجوار، ما كان فيه سجاد ولا كان فيه شيء من هذا، ولا مروحة ولا تكييف ولا الكلام ده. قال ظننته وهذه الصعودات إيه؟ شيئا واحد. إذن هذه الرواية التي عند الدارقطني أن هذا الأعرابي شيخ كبير، هذه واحد. والثاني أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ متى الساعة؟ والحبيب صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ بشره بماذا؟ أبشر فإنك معي مع من أحببت. هذه رواية الدارقطني. نعم. قال فذهب الشيخ، كمل رواية الدارقطني، قال فذهب الشيخ فأخذ البول في المسجد فمر عليه الناس فأقاموه، فقال صلى الله عليه وسلم دعوه عسى أن يكون من أهل الجنة. تخيل، يعني قال له أنت مع من أحببت، بعدين قال سيبوه عسى أن يكون إيه؟ هل في رواية الموطأ عسى أن يكون من أهل الجنة؟ لا، لكن هذا معناه أن هذا الخبر روي بإيه؟ بروايات متعددة. انتبهوا يا مشايخ، فإن هذا كلام دقيق. قال عسى أن يكون من أهل الجنة، فصبوا على بوله الماء. قال ابن العربي فبين أن البائل في المسجد هو السائل عن الساعة، هذه التي تكتبها، الذي بال في المسجد هو الذي سأل عن الساعة، المشهود له بالجنة. يبقى في كم صفة الرجل ده؟ عدة صفات، ليست صفتين. الصفة الأولى أنه شيخ كبير، الصفة الثانية أنه أعرابي، الصفة الثالثة أنه يحب الله ورسوله، الصفة الرابعة أنه من أهل الجنة، الصفة الخامسة أنه سأل عن الساعة. شوف، تخيل كل هذا خرج من مين؟ من الأعراب. تمام؟ بيقول لك كمان رواية تانية عند الترمذي وغيره في أوله، في أول الحديث، أنه صلى ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا غيرنا. قال اللهم ارحمني ولا ترحم أحدا غيرنا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا، لقد تحجرت إيه؟ لأن رحمة الله وسعت كل شيء. فما الذي حمله أن قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا غيرنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤنبه، وإنما عامله بماذا؟ بمعاملة النبوة، يعني عامله معاملة رقيقة. قال بأبي هو وأمي ما سبني وما كهرني
فلما وجد هذه المعامله وهذه الموده من النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا غيرني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تحجرت ايه واسعا. قال ولا ترحم معنا احدا كمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا. فلم يلبس ان بال في المسجد. واخرج ابو داود والنسائي والبخاري من طريق الزهري وغيره وابو هريره قال ايضا يقطع من رحمه الله اذ خصصتني وخصصت بها نفسك دون غيرنا مع انها تسع ايه كل شيء. فقد تحجر ايه يا مشايخ واسعا. هذه روايات هذا الحديث. الان نحن تحدثنا في كم مساله انت هذه الروايه الأولى أن هذه الرواية جاءت في الموطأ مر رسالة وقد وصلها منه مين؟ البخاري ومسلم إلى أن رووا فيها أو رووها في الراوي الأعلى عن سيدنا أنس ابن مالك. هذه هي المسألة الأولى في هذا البيت. المسألة الثانية من هذا الأعرابي؟ قيل وقيل ابن حابس قيل الأخرع ابن حابس وقيل عيينة ابن حسن وقيل ذو الخويصة. المسألة الثالثة روايات هذا الحديث إنما روي بعدة طرق عند الدارقطني وعند الترمذي وعند غيره وفي البخاري ومسلم بدليل أنه في البخاري ومسلم إيه جاء إيه موصول تحجرت واسعا يعني ضيقت رحمة الله إذ جعلتها لي ولك دون الناس. تحجرت واسعا يعني ضيقت رحمة الله. وجاء في الروايات الأخرى أمورا كثيرة لم تكن في هذه الرواية التي في الموطأ مثل ماذا؟ مثل أنه شيخ كبير ومثل ماذا أيضا؟ مثل أنه سأل عن الساعة مثل ماذا أيضا؟ اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. وكمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال محب لله ورسوله وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عسى أن يكون من أهل الجنة. وكمان كل هذه صفات وردت في روايات إيه؟ أخرى غير هذه الرواية. واضح هذا؟ كم مسألة دورنا حولها في هذا الحديث؟ ثلاث مسائل. أما المسألة الرابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم لما رآهم زجروا الرجل زجروه لأنه قد عظم عليهم كيف يقول في المسجد الذي يصلون فيه؟ مسألة صعبة مش كده؟ احنا النهاردة لو طفل صغنطة دخل الجامع شوف بيحصل فيه ايه؟ اطلع بره عشان ما تشوش على الصلاة وبتاع. الحبيب صلى الله عليه وسلم جعل الرجل يتم بوله. فما هي الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله يتم بوله؟ اجتهدوا معي وقول في رأيكم ما هي الحكمة؟ لأنه هيتأذى لو قطع بوله. هذه واحدة لأنه إن قطع البول أثناء ما بدأ فيه هيحصل له إيه؟ يحدث له مشاكل طبية. وسبحان من علم الحبيب المصطفى. هذه واحدة. وإيش أيضا؟ لأنه هياخد على المسلم فكرة العصبية أو هي لو أنه ضرب أو أهين لخرج من المسجد وما عاد إلى يوم القيامة. صحيح ولا إيه؟ لعاد ما عاد إلى يوم القيامة. وقد رأيت رجلا ابن الثلاثين من عمري أو الخامسة والثلاثين قال لي ما دخلت مسجدا منذ 20 عام أكثر من 20 عام. قلت لماذا؟ قال ضربني أحد الناس من هم على المعاش لما رآني ألعب في المسجد وأنا ابن 7 سنين أو 10 سنين. فيوم أن ضربني خرجت من المسجد وما عدت إليه إلا. فسبحان من علم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. وإيش كمان من الحكم يا مشايخ؟ لأنه بدأ يقول فإن زجروه تنتشر النجاسة في مكان أوسع. صحيح؟ مش كده؟ والأولى أن تتركز في مكان واحد أم أن تنتشر في مكان أوسع. شوف صلى الله عليه وسلم. وإيش كمان من الحكم؟ أن هذه الأرض رخوة فإنها ستمتص الماء وأنه من السهل تطهيرها. وأن من الحكم أيضا حتى لا ينجس ثيابه. وأن من الحكم أيضا أن يجعل الحبيب صلى الله عليه وسلم له يدا عند هذا الأعرابي. وأمور كثيرة ويجعله درس للمسلمين. لأنه حتى قال في الرواية التي ستأتي بعدها في الموطأ قال إنما بعثتم ميسرين. هيقول كده صلى الله عليه وسلم يعني ما تعقدوش الناس إنما بعثتم إيه يا طلبة العلم ميسرين. هذه الحكمة من جعله يتم إيش يا مشايخ بوله. طبعا واضحت ولا فيها إشكال؟ واضحت. طيب هكذا قال صلى الله عليه وسلم في الروايات الأخرى كما قلت لكم من حديث أبي هريرة عند البخاري. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين. كلمة فإنما بعثتم ميسرين هذه يضيفها في صحيح الإيه؟ البخاري. إنما بعثتم ميسرين فين؟ في صحيح البخاري ولم تبعثوا معسرين. ف
فتركوه فبال في طائفة المسجد كما في البخاري، أي قطعة من أرض المسجد وإلى آخره. وانتهى هذا الكلام لتعرف أن الحبيب صلى الله عليه وسلم إنما زجرهم ليعلمهم التيسير في الدين، لا ليعلمهم الإيه؟ التنفير في الدين. إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذه المسألة رقم كم؟ 5. أن الدين يا جماعة يسر، ولا يشاد الدين أحد إلا غلبة، فسددوا وقارب. وفي بعض الروايات يا أحبابي: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. فأوغل فيه إيه؟ برفق. لا يعني تفتكر نفسك هتعمل وتعمل، لا، إن هذا الدين إيه يا مشايخ؟ متين. وأنه صلى الله عليه وسلم من صفاته ومن أخلاقه أنه كان يصبر على الغريب في الجفوة في المنطق. لأنه الأعرابي إذا دخل الجامعة قبل كده، دخل المدينة المنورة قبل كده، يعرف حد من أهل المدينة؟ ما يعرفش حد. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يصبر عليه حتى يعرف إيه؟ حتى يعرف أحوال الناس ويعرف طباعهم ويعرف كذا وكذا. المسألة الأخيرة في هذه الرواية، اعطني عقلك دقيقة واحدة كده وسيب الألم، سيب يا شيخ محمد الألم، وقولوا لي يا مشايخ إيه رأيكم في رد فعل الصحابة؟ هو بالنسبة له أمر جديد فغريب، يعني ألا يعد، هل يعد فعل الصحابة رضوان الله عليهم من الجفاء؟ لا. وأنهم كانوا منفرين؟ لا. وأنهم فعلوا هذا الفعل خلافا لهدي نبيهم مثلا صلى الله عليه وسلم؟ غيرين على الدين، غيرين على الدين. يعني لا يقولن أحد بص الصحابة وحشين إزاي رضي الله عنهم وأرضاه، فإنما هم عدول بتعديل الله. يا مشايخ، الصحابة رضي الله عنهم كان مقررا عندهم التنزه عن النجسة، صحيح ولا ما هو صحيح؟ كان هذا ثابتا راسخا في أعقولهم وفي قلوبهم وفي أذهانهم وفي دينهم، وإلا ما كان رد فعلهم بهذه الطريقة. فمعنى أنهم كانوا على ثقة من أن المساجد تصان عن الإيه؟ تصان عن النجاسات. ما زجروا الأعرابي، وإنما زجروا الأعرابي لأن في عقيدتهم وفي فهمهم وفي دينهم أن المساجد تصان عن الإيه؟ عن النجاسات. هذه مسألة مهمة. قال: زاد مسلم من طريق إسحاق: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له، هذه الرواية التي ذكرتها لكم منذ قليل، فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول اللي انت بتعمله ده، لا تصلح ولا القذر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. إنما هي إيه؟ ذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. هذه رواية أيضا من الروايات. لكن الاحتراز عن النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة كما ذكرت لكم، ولذا بادروا بالإنكار بحضوره صلى الله عليه وسلم. فهل سمعتم في رواية من التي ذكرناها أنهم استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يزجروه، ولا زجروه دون من أن يستأذنوا؟ لأن هذا كان من الثوابت عندهم أن المساجد إيه؟ تصان عن هذه قبل استئذانه، ولما تقرر عندهم أيضا من الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه؟ أليس هذا منكرا؟ أيتركوه يتم بوله في المسجد؟ إنما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين إيه؟ يسر، ولم ينكر عليهم أنهم زجروا، ولم ينكر عليهم أنهم صانوا المساجد عن الإيه؟ عن النجاسة. هل في هذه الرواية يا شباب بال الأعرابي قائما؟ لا لا، كلفظة مفيش كلفظة، لكنها مفهومة من السياق ولا غير مفهومة؟ ثم أنه كشف عن عورته وجلس فبات، لا، كانت بالة قائمة. وهل أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بوله قائما وقال لا تعد لمثل هذا وبل بعد ذلك قاعدا؟ ليس في هذه الرواية أيضا كذلك. لأجل هذا ذكرها الإمام مالك تحت عنوان، تحت العنوان السابق، وهو باب بوله وإيه؟ حتى الآن وضحت لك ما معنى وغيره. هذه الآن وضح تمام يا سادة يا كرام. هذه هي الرواية الأولى في هذا الباب. أما الرواية الثانية فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى: قال عبيد الله بن يحيى: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما. رأيت مين؟ عبد الله بن عمر. هذه أول كلمة في البول قائما في الباب، صح؟ الرواية التي متت ليس فيها البول قائما، أقصد كنص، إنما فيها البول قائما كإيه؟ كمعنى، وهو معنى واضح. لكن انظر إلى الرواية عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال، عبد الله بن دينار
قال رأيت عبد الله بن عمر وعبد الله بن دينار من الايه؟ من التابعين. معروف ولا ما معروف؟ عبد الله بن دينار معروف. قال رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما. لو أن البول قائما حرام أو مكروه أو ممنوع لفعله عبد الله بن عمر؟ طيب هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني، وهل هو جائز بغير كراهة؟ طيب هل جواز البول قائما يا شباب يا سادة يا كرام، هل جواز البول قائما له شروط؟ فإن لم تتوفر الشروط لا يجوز للرجل أن يبول قائما. تفهمون أن في هذا الأمر حساسية ولا لا تفهمون؟ تفهمون هذا. وبعض المساجد الآن في الميضة يضعون ما يسمى بالإيه؟ لتمكن الرجل أن يبول إيه؟ قائما. فهل يبول كل إنسان قائما احتاج لذلك أو لم يحتاج؟ وهل من الورع أن يبول الرجل جالسا؟ كل هذه الأسئلة سنعرفها الآن، لكن الآن اعرفوا أن مذهب عبد الله بن عمر جواز البول قائما، بدليل أن ابن المبارك قال رأيت عبد الله بن عمر إيه؟ يبول قائما. الآن عرفتم أنها مذهب من مذهب سيدنا مين؟ عبد الله ابن المبارك. لكن السؤال، فما مذهب المالكية في البول قائما؟ ما دمنا بنقرأ فقه الإمام مالك، إيه بقى مذهب مالك؟ قال لك يا مولانا خد بالك، رآه يبول قائما لأن مذهبه جوازه بلا كراهة. يجوز البول قائما عند عبد الله بن عمر بلا كراهة، وعليه إذن ولا شروط. بلا كراهة ولا إيه؟ ولا شروط. لكن المذهب في المالكية له شروط. له شروط. متى يجوز للرجل أن يبول قائما بلا كراهة؟ لها إيه؟ شروط. قال الإمام أو هو في المالكية، إن كان في مكان لا يتطاير عليه منه شيء. هذا هو الشرط الأول. اللي أنا بحكي لكم ده مذهب مين؟ مالك. مذهب ابن عمر الجواز بلا شروط ولا كراهة. بلا شروط ولا كراهة. المالكية عندنا في المذهب لا، عد يا مولانا الشروط اللي جاية. لا يبول الرجل قائما إلا إن ضمن ألا تتحقق فيه هذه المشاكل التي سأذكرها لك. أول واحدة إيه؟ قال إن كان في مكان لا يتطاير عليه منه شيء فلا بأس. لا يتطاير عليه منه شيء يعني إيه؟ يعني لا يستقبل به الريح، فإنه سينجس ثوبه إن فعل، أو سيتطاير شيء منه على غيره، وهذه تكون مصيبة أكبر. فهم ولا ما فهم؟ هذا هو قال يضمن ألا يتطاير عليه منه شيء فلا بأس به، وإلا كره. يعني هو مكروه عند مالك إن توقع الإنسان أن يتطاير منه شيء إيه؟ عليه. إن توقع مجرد توقع جائز إن أمن التلوث. إن أمن يجوز في المالكية إن إيه؟ إن أمن. وإلا كره كراهة تنزيهية عند عامة العلماء. وفي الصحيحين وغيرهما عن حذيفة أن طيب هذه هي المسألة الأولى. يا مشايخ، ما هو مذهب عبد الله بن عمر في البول قائما؟ الجواز بلا كراهة. مذهب المالكية جائز وهو عند عامة العلماء مكروه كراهة تحريمية ولا كراهة تنزيهية؟ والسؤال، ما معنى أو ما الفارق بين الكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية؟ ها تعرفون؟ وإلا فسنقرأ لكم شيئا من أصول الفقه حتى تعرفون الفارق بين هذا وذاك. أنا الآن بدأت أخذ عليكم أشياء، مدام تحضرون المجلس إذا سنأخذ عليكم أشياء. الأولى، لابد أن نفرق بين ألفاظ العلوم الإيه؟ الحديث. نفرق بين ما معنى مرسل، وما معنى حسن، وما معنى غريب، وما معنى ضعيف، وما معنى معلق، وما معنى معضل، وما معنى حسن لغيره أو حسن لغيره. هذا لابد منه. والكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية، إيش يعني كراهة تنزيهية وإيش يعني كراهة تحريمية؟ الكراهة التحريمية تلي الحرمة في الدرجة، يعني حرام مكروه كراهة تحريمية، خلاص؟ أو مكروه كراهة تنزيهية. التنزيهية هذه أقل خفة في الحرمة، والكراهة من الكراهة التحريمية، وأيضا فيها تفصيل، وفكرونا نقرأ شيء من هذا. إذن وهو مكروه عند عامة العلماء كراهة تحريمية ولا كراهة تنزيهية؟ فهل يجوز للرجل أن يبول قائما؟ يجوز. ها؟ يجوز في إمام مالك بعدة شروط. أيوة. وفي عند عبد الله بن عمر. إحنا بنقول دلوقتي في مذهبنا إيه؟ فإن خاف على نفسه الأذى فلا يجوز له أن يبول قائما، وإنما يتحرى الأماكن ويبول إيه؟
هذه هي المسألة الأولى في هذه الرواية. المسألة الثانية، أنت عمال تقول لنا يا عم الشيخ إنه البول قال من هذا جائز، والمالكية قالوا شروط، وعبد الله بن عمر يا عم سيبني من الهم التقيل ده وعلمني وقول لي على طول، روح لي للنبي على طول صلى الله عليه وسلم، هل بال رسول الله قائما؟ وأنا عايز أسألكم سؤال يا طلبة الأزهر الشريف، هل يجوز لي أن أنفذ إلى الدليل مباشرة دون استنباط الفقهاء؟ تفهمين السؤال طيب؟ إيه رأيك؟ العيال النابتة دول طالعين يقولوا كده، أنا ماليش دعوة بكلام مالك، أنا ليه دعوة بكلام مين؟ بكلام الرسول مباشرة، قال يعني هو اللي هيفهم كلام الرسول، هكذا يظن، هكذا يظن. ونحن نقول نقدم كلام مالك على كلام النبي؟ هل قلنا هذا في يوم من الأيام؟ لا. هم إيه الحكاية؟ الإشكال ده يتفك إزاي؟ يا مشايخ لابد وأن تعرفوا هذه الفكرة. الآن لن أدعها حتى تتضح في أذهانكم اتضاحا كبيرا، لن أدعها. أعود إلى النص مباشرة أم أعود إلى استنباط الأئمة الأكارم الأماجد من النص؟ استنباط أولا. فلماذا لا أرجع إلى النص مباشرة؟ الدليل في إيدي، أنا مال أنا بكلام مالك، مالك ده اجتهد لزمانه، هكذا يقولون، مالك اجتهد وفهم النص بطريقة تناسب زمانه، وأنا أفهم النص بطريقة تناسب زماني، وأحذف من النصوص وأقبل ما شئت، لأنهم حذفوا وقبلوا بطريقة تناسب زمانهم. هذا الكلام مهم يا مشايخ، أوي أوي، إلى أقصى درجة تتخيلونها. مرة أخرى وظف السؤال في ذهنك وعقلك وقلبك، أعود إلى النص الشرعي، أقصد الحديث أو الآية القرآنية للنص الشرعي مباشرة، أم أني أعود إلى استنباط الأئمة الأكارم من النص حتى أفهم النص؟ فإن عدت إلى استنباط الأئمة، هذا معناه أني قدمت كلام الأئمة على كلام رسول الله أو كلام القرآن؟ ليه؟ ما تروح للدليل على طول؟ ليه تذهب إلى استنباط الفقهاء؟ ما تذهب إلى الدليل مباشرة؟ ليه ما تذهب إلى كلام مالك أو الشافعية أو أحمد؟ هذه المشكلة يجب أن تجد لها حلاً، يجب، لا يكون أزهرياً من لا يجد حلاً لهذه المشكلة. فإنما ركب هؤلاء النابتة الصعب والذلول وراحوا ينكرون على مالك وينكرون على الشافعي وينكرون على أبي حنيف، ويظنون أن فهمهم للنص النبوي أدق من فهمهم لمين؟ الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيف. تخيلوا، لا بد وأن تجدوا حلا لهذه المشكلة. الآن حتى الإمام مالك عايز يعلمنا القضية دي، أول ما ذكر في الرواية الثانية من الباب قال عبد الله بن المبارك أنه رأى عبد الله بن عمر يبول قائما، فلما لم يأتي بحديث عن رسول الله أنه بال قائما أو لا مباشرة ليقول لك أنا استنبطت من ابن عمر أو أنا استنبطت من نافع أو أنا استنبطت من كلام عبد الله بن المبارك؟ فلا يجوز أن تنفذ إلى النص، إيه؟ ما تروحش للنص على طول ليه؟ طب ما الحل؟ الحل في هذه الإجابة، في هذه العبارة، احفظ العبارة دي، أنا لا أقدم كلام مالك على كلام رسول الله، هذا الجزء الأول من الإيه؟ من الإجابة. تاني أنا لا أقدم كلام مالك على كلام رسول الله، وإنما أقدم فهم مالك لكلام رسول الله على فهمه. فهمتم؟ أقدم ماذا؟ فهم مالك على لكلام رسول الله على فهم. بل أزيدكم، كتبتم هذه العبارة، لا بد وأن تتضح هذه في أذهانكم. مرة أخرى، أنا لا أقدم كلام مالك على كلام رسول الله، وإنما أقدم فهم مالك على كلام رسول الله على فهم. وضحت؟ لسه أقولها مرة ثالثة وخمسة وخمستاشر، ومش ماشيين لما تحفظوها تفهموها كويس. الآن النصوص أمامنا، ما الذي يجعلنا نقرأها عند مالك؟ ما هي موجودة وخلاص وثابتة. ولماذا نبحث عن سحنون والمدونة؟ المدونة بتاعت الإمام سحنون ديت، سحنون لم يؤلف فيها سطرا واحدا، وإنما دون فيها المسائل التي سئلها مالك. تجد المدونة مجلدات قد كده، كلها من أولها إلى آخرها، وسئل مالك وسئل مالك وسئل مالك فقال، سئل مالك فقال، عشان كده هي اسمها الإيه؟ المدونة. ثاني يا مشايخ، أنا أقدم كلام مالك على كلام رسول الله؟ لا. ردوا علي، لا. وإنما أقدم فهم مالك على كلام رسول الله على فهم. كذلك يقال في الإمام الشافعي، كذلك يقال في الإمام أبو أحمد بن حنبل، كذلك يقال في الإمام أبو حنيفة، على فهمي أنا،
أقدم فهم مالك لحديث رسول الله على فهمي. يقينا من الأقرب لمشكات النبوة؟ أنا أم الإمام مالك؟ ولا شك. وقد ضيع عمره في الفهم والدرس، وقد حفظ وتعلم وربى وتربى. خلاص، فيأتي إنسان الآن لا يعرف كوعه من بوعه، يقول أنا أذهب للنص مباشرة. يجوز هذا مشايخ؟ أذهب للنص مباشرة كيف يعني؟ ومن أنت حتى تضع فهمك للنص النبوي مثل فهم مين؟ الإمام مالك. بل أقول لكم يا طلبة العلم، ما هو أكثر منها؟ ما هو إيه؟ أكثر منها. وأنا لا أذهب إلى مالك أصلا مباشرة، حتى مالك لا أذهب إليه مباشرة، لا أذهب إلى كلام مالك نفسه، أنا لا أذهب إليه مباشرة، وإنما أقدم فهما، فهم من؟ مثلا فهم الإمام أحمد الدردير، مثلا فهم الإمام مين؟ أحمد الدردير، مالك الصغير، صاحب الشرح الصغير، الإمام الكبير، إمام المالكية في زمانه. أقدم فهم أحمد الدردير لكلام مالك على فهمي لكلام مالك. يعني أنا أفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال كلام مالك، وأفهم كلام مالك من خلال كلام أحمد الدردير. وضحت هذه؟ وأيضا بعضنا لا يستطيع أن ينفذ إلى أحمد الدردير مباشرة، حتى دي ما ينفعش برضه. اروح لسيدنا الشيخ الاول، اروح لمولانا الشيخ الكبير سيدنا الشيخ احمد طاهر ريان، نعم، واقول له يا مولانا انا بسمع منك الشرح الصغير. ليه؟ طيب اسمع الشرح الصغير ده كلام شرح مين؟ شرح الدردير. شرح به فقه مين؟ مالك. وفقه مالك جابه من فين؟ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا انا اذهب الى سيدنا الشيخ مين؟ احمد طاهر ريان، شيخ المالكيه في هذا الزمان. وقد قرانا عليه اجزاء من الكتب الفقهيه بفضل الله وحضرنا دروسه. فانا اقول لسيدنا الشيخ احمد طاهر، هو احمد الدردير يقصد ايه بالكلمه دي وهو بيشرح كلام مالك؟ طب هو مالك يقصد ايه بالكلمه دي يا سيدنا احمد الدردير وهو بيشرح كلام سيدنا رسول الله؟ تخيل ان اناسا تجاوزوا كل هذه الحدود وقفزوا وهجموا مباشره على الايه؟ على النص النبوي. هل يعتون من العلم بشيء؟ إنما هؤلاء يفسدون من حيث أرادوا أن يفسدوا. ولأجل هذا الإمام مالك يا سادة يا كرام ذكر لنا في هذه الرواية أن عبد الله بن مبارك رأى عبد الله بن عمر يبول قائما، ثم لم يذكر هل بال رسول الله قائما أم لا. ونحن نذكر هذا كشرح ونقرأ كلام الإمام الزرقان، إيه الحكاية، هل بال رسول الله قائما ولا لا؟ اسمع يا سيدي الكلام. قال الإمام رضي الله عنه، قال عن حذيفة: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. إذن فعلها رسول الله، فعلها إيه؟ هل في هذه العبارة أتى سباطة قوم فبال قائما، هل فيها الشروط التي وضعها مالك؟ ها؟ فنحن إن أخذنا بالشروط التي وضعها مالك نكون قدمنا كلام مالك على كلام النبي. من أين جاء مالك بهذه الشروط؟ من فهمه لدخل النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، فهو الأقرب لهذا الحدث. لأن سباطة هؤلاء القوم، من هم هؤلاء القوم؟ يعرفهم مالك، ويعرف سباطتهم يعني الجنينة بتاعتهم، ويعرف الموضع الذي بال فيه رسول الله، ويعرف أنه ما كان مستقبلا الريح، ويعرف أن الأرض التي بال عليها صلى الله عليه وسلم كانت رخوة إذا شربت الماء، ويعرف أنه كان في ركبته وجع صلى الله عليه وسلم، ويعرف كما سأذكر لكم الآن. من يعرف هذا؟ القريب العهد من مشكات النبوة، ولا احنا اللي مش عارفين نستنجى؟ من يستطيع ان يعرف هذا؟ مش كده يا مشايخ؟ اهو بال صلى الله عليه وسلم قائما، دخل سباطة قوم فبال ايه؟ قائما صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. والآن السؤال: ما الحكمة في انه بال قائما؟ خمس حكم. شفت ازاي؟ دي ممكن انا اعرفها منين الا من مين؟ من المشايخ، ولا حتى من الامام مالك مباشره. كم حكمه؟ انا حتى لا اطيل. اولا، لم يجد مكانا يصلح للقعود صلى الله عليه وسلم، لم يجد مكانا يصلح للقعود، وهذا يحدث في الزحام الشديد في المساجد الكبرى الان، لا اجد مكانا يصلح للقعود، كله مزدحم. هذه اول حكمه. الثانيه، لأن الأرض كانت رخوة يتخللها البول فلا يرتد على صاحبه. شوف الكلام، يعني لا يتبول على مكان إيه؟ أمس جاف صلب فيرتد على صاحبه.
كم حكمة حتى الآن؟ الأولى أنه لم يجد مكان للقبور. شوف الفقه. طب أنا أروح في البخاري ولا في مسلم أقول ودخل النبي صلى الله عليه وسلم صباطة قوم في بال قائمة، أوعى أنت هو في أي حتة وديها. مش الكلام على العموم؟ لا يا باشا، ليس على العموم، لابد وأن إيه تكون الفقه. ما إيه شغل الفقهاء؟ واضح هذا الكلام ولا تعبتوني خلاص؟ هذا يجب أن تحفظوه كأسمائكم، يعني فإن هذا من مفاتيح الفوارق بين من درس في الأزهر عند المشايخ وبين من هجم على الكتب هجوما فأخذ منها العلم. صح يا شيخ عبد النبي؟ ماشي يا مشايخ. الحكمة الأولى أنه لم يجد مكانا للقبور. الثانية أن الأرض رخوة، كانت رخوة. ثلاثة وقيل فعل لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت. هذا كلام للمرة الأولى يداعب آذان الطلبة. انتبه هذا الكلام، انتبه، فهذا كلام عظيم جدا. أنا قلت إيه من شوية؟ لسه في السنة اللي فاتت قلت إيه؟ قلت الحكمة الثالثة قيل فعل. مين اللي فعل؟ رسول. فعل ماذا؟ قال قائمة. لأنها حالة. إيه هي الحالة؟ لأن الإنسان وهو يبول قائما حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت. وقد كان رسول الله قريبا من الديار، فالبول قائما أحصن للدبر، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحق له أن يسمع منه صوت. شفت الأدب؟ مين ياخد باله من الحكمة ديت؟ هو عمل كده لأن الإنسان إن بال قائما لا يخرج منه ريح من دبره بصوت، لكن إن بال جالسا فالغالب سيخرج منه ريح أثناء التبول. والنبي صلى الله عليه وسلم يكرمه الله، يكرمه من أن يسمع منه هذا الصوت. فكيف لي أن أهجم على النص مباشرة وأقول أدخل صباطة قوم فبال قائما؟ خلصنا كده؟ لا ما خلصناش. لا إيه؟ ما خلصناش. إلهي يهدكم ربنا يا بعد، تقعدوا تخربوا الدنيا وتخربوا الدين. كده كم حكمة يا سادة يا كرام؟ فضوا عليا. الأولى أنه لم يجد مكان للقعود. لم يجد مكان للقعود، تمشي. الثانية كانت رخوة تبتلع ما ينزل عليها من الماء. الثالثة يأمن خروج الروح بإيه؟ بصوته. وقيل العرب كانت تستشفي به لوجع الصبر. تستشفي بماذا؟ بالتبول قائما. إن كان عنده ألم في صلبه فبال قائما، هذا أقرب لماذا؟ للشفاء من هذا الوجع. تخيلوا، هذا كان في إيه؟ في العرب القديم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرهم على هذا الإيه؟ على هذا المعنى. وقيل إن العرب كانت تستشفي به لوجع الصلب. وروي أنه فعل لوجه وقيل الحكمة رقم كم اللي أنا بقول فيها وقيل دلوقتي؟ خمسة. هما كم حكمة أنا قلت لكم؟ خمسة. الأولى لم يجد مكانا للقعود. الثانية الأرض كانت رخوة. ثلاثة حتى يأمن خروج الريح. والحبيب صلى الله عليه وسلم يكرمه الله من أن يحدث منه هذا فيسمعه الناس، وقد كان قريبا من الإيه؟ من الديار. ثلاثة اللي بعدها أربعة. قيل إن العرب كانت تستشفي به من وجع الصدر. والحكمة الأخيرة والخامسة والتي أنكرها بعض أهل العلم إلا أن بعضهم أثبتها، أنه فعل ذلك صلى الله عليه وسلم لأنه كان به وجعا في ركبته صلى الله عليه وسلم. كان به إيش؟ وجع. في هذه اللحظة كان عنده وجع في إيه؟ في باطن ركبته، فلا يستطيع الإيه؟ الجلوس. كده كم حكمة؟ خمسة. وقيل فعل هذا لا لأجل هذه ولا لهذه ولا الخمسة دول كلهم، إنما فعل هذا ليبين للمسلمين أن هذا جائز. تمشي دي ولا ما تمشيش؟ تمشي كله مش كده؟ قيل فعل هذا لبيان الإيه؟ لبيان الجواز. السؤال، هل فعل ذلك أحد من الخلفاء من بعده؟ الإجابة نعم. وقد ثبت عن عمر وابنه وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قيام، لكن بهذه الضوابط. بهذه الضوابط ولا كده وخلاص؟ لهذه الضوابط يا مشايخ، على حتى تتضح الصورة بهذه الطريقة. إذن لا بد أن نعرف الضوابط. ها؟ الحكمة الرابعة أنه صلى الله عليه وسلم كانت العرب تستشفي به من وجع الصدر. كتبت هذه؟ تستشفي به من إيه؟ أو أنه فعل هذا لوجع كان في إيه؟
في مقبضه مقبضه صلى الله عليه وسلم وهو باطن الركبة. تعرف باطن الركبة؟ كان فيه هنا كده حاجة كده ألم يعني في باطن الركبة له صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يجلس وما استطاع أن يجلس صلى الله عليه وسلم، لم يتمكن لأجله من القعود. قال ولو صح هذا الحديث لأغنى عن جميع ما تقدم، لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي. والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الإيه؟ لبيان إيه؟ الجواز الموضوع جائز. وكان أكثر أحواله البولة قاعدة. حتى ندخل الآن في مشكلة، والآن سندخل في إيه؟ في مشكلة. إيش هي المشكلة في هذه المسألة؟ قال قال كان أكثر أحواله البول قاعدا، وزعم أبو عوانة وابن شاهين أن البول عن قيام منسوخ. يعني كمان حديث دخل صباط قوم فبال قائما، ده طلع حديث إيه؟ لكنه زعم، ليس إيه؟ ليس حقيقة، وإنه ليس إيه؟ منسوخا. بس قولوا لنا يا مشايخ، هو منسوخ بماذا؟ فأم قالوا، قالوا منسوخ بحديث أم عائشة رضي الله عنها. إيه أم عائشة روت إيه؟ ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بعد أن أنزل بعد أن أنزل عليه القرآن. يعني هو إمتى نزل عليه القرآن؟ بعد الأربعين، لما صار نبيا. من يوم أن نزل عليه القرآن ما بال بعدها إيه؟ قائما. لكن هذه الرواية التي دخل سباطة قوم فبال قائما، دي بعد أن نزل عليه القرآن ولا قبله؟ بعد. وإذا زعموا أن هذا حديث عائشة نسخ حديث بال إيه؟ دخل سباطة قوم فبال قائما. الآن أي حديث منهما تستند عليه؟ هل بال قائما أم أنك تتبع كلام أم عائشة التي قالت رضي الله عنها ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بعد أن أنزل الله عليه القرآن؟ أيهما تتبع؟ لابد من أن يحل لك هذا الإشكال مين؟ الفقهاء والعلماء وأهل الدين، مش كده؟ ولا أنت تحل من دماغك كده وتخلص وتجري؟ لا. قال لك يا مولانا خد بالك، أنت مش أخد بالك برضه. إيه؟ قال رواه أبو عوانة والحاكم وبحديثها من حديثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه. كمان هي قالت كده، من حدثكم، أهي أنا آسف، من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه. مين قالت كده؟ طب نصدقها ولا نصدق أنس بن مالك أنه دخل سباطة قوم فبال قائما؟ نعمل إيه دلوقتي إحنا إن شاء الله؟ ها نعمل إيه؟ أولا خذوا هذه القاعدة، اكتب هذه القاعدة عندك. القاعدة هذه تسيرون بها في كثير من المسائل. إذا اختلف ثقتان، والثقتين اللي معانا النهارده مين ومين ومين؟ من عائشة وسيدنا مين؟ أنس بن مالك. إذا اختلف ثقتان فإنا نقدم المثبت على النافي. فإنا نقدم المثبت على النافي، ما دام الاثنين إيه؟ ثقة. والآن عندنا إشكال، هل بال قائما أم لا؟ تاني، إذا اختلف ثقتان فإنا نقدم مين؟ المثبت على النافي. ليه نقدم المثبت؟ لأنه أولى بالفعل. لا، لأنه ما دام أثبت الفعل فإن عنده زيادة علم. فإن وصلت زيادة العلم هذه لأمنا عائشة لأثبتت الفعل، فما نفته إلا أنها لم يصل عندها هذا العلم الزائد الذي وصل لمين؟ ودخوله. فهمتم القاعدة؟ مرة أخرى، إذا اختلف ثقتان نقدم من؟ المثبت على النافي. ليه؟ لأن المثبت توفر له مزيد علم، توفر له إيه؟ مزيد علم. إذن الذي الكلام الذي قالته أمنا عائشة مصروف على أنها لم يبلغها أن النبي دخل سباطة قوم فبال قائما، وإلا فحديثها ليس بناسخ لحديث أنس بن مالك. لا ليس بناسخ ولا شيء، إنما هو إيه؟ حدث هذا وحدث هذا. وإنما قالت من حدثكم أن رسول الله بال قائما فلا تصدقوا. عارفين ده معناه إيه؟ معناه أنه من حدثكم أن رسول الله بال قائما في بيته فلا تصدقوا. شوف الفرق، أنه ما كان يفعل هذا فين؟ في بيته، إنما فعل هذا في طريقه في عند سباطة قوم. وضحت هذه؟ الآن فهمتم ما معنى إذا اختلف ثقتان؟ توفر له مزيد علم، توفر له إيه؟ مزيد. الآن يعني نحن جلوس أهو في حي السيدة زينب، جاءنا من يقول لنا في مدينة نصر، أو تناهى إلى أسماعنا خبر أن حريقا كبيرا شب في مدينة نصر،
فانتظرنا الناس، فقدم شيخ عبد الرحمن من مدينة مصر. قلنا له يا شيخ عبد الرحمن انفي لنا هذا الخبر أو اسمته. ايه خبر؟ ايه لنا خبر؟ نقول له هل شب حريق في مدينة مصر مثلا يعني؟ يقول لا والله ما حصلش. والراجل عمل ايه؟ والله ما حصلش، لان هو ايه؟ ما شافش الحريق. ما فيش 10 دقايق وجي الشيخ محمد عبد النبي، الشيخ عبد النبي دخل عليه الشيخ عبد النبي. ها الشيخ عبد النبي وعبد الحميد وهم الاثنين ايه؟ ثقة. هم الاثنين ثقة، مفيش حد فيهم هيكتب عليهم. ها يا شيخ عبد النبي، هل شب حريق في مدينة نصر؟ قال يا راه يا لهوي، ده وكان نص البلد دلوقتي. عبد النبي اثبت الحدث وعبده نفى الحدث، فايهما نقدم؟ المثبت. ليه نقدم المثبت؟ اولا لان الاثنين ثقة، والثاني ان المثبت توفر له ماذا؟ مزيد وعد. تفهمتم هذه؟ فالسؤال الان، هل بال رسول الله قائما في صباطة قوم؟ ام ان امنا عائشة قالت من حدثكم ان رسول الله بال قائما فلا تصدقوه؟ ايهما ناخذ؟ حديث أنس، لأنه توفر له إيش؟ زيادة. لم يتوفر لمين؟ لأمنا عائشة. وكذلك هذه القاعدة تسحب على فكرة هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج أم لا؟ افهم هذا. فنحن في شهر رجب كما تعرفون، والناس يتحدثون هذه الأيام عن إيه؟ الإسراء والمعراج. فقد قال عبد الله بن عباس رآه، وقالت أمنا عائشة من زعم أن رسول الله رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. فمن أثبت ومن نفى؟ ابن عباس أثبت وأمنا عائشة، فأيهما نقدم؟ وما عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس، عائشة على العين والرأس لكنها ليست بأعلم من ابن عباس، وابن عباس أثبت وهي نفت. والقاعدة عندنا من نقدم إذا حدث هذا؟ المثبت. والاثنين عند والاثنين إيه؟ ثقة. فما دام الاثنين ثقة فنحن نقدم الذي أثبت، لأنه توفر له ماذا؟ مزيد. فما الحكمة من أن النبي بال قائما؟ خذ حكمة واحدة، أنه فعل هذا للجواز، لبيان الجواز. قاعدة مالكية. قاعدة مالكية، بل ليست مالكية وإنما هي قاعدة أصولية. نعم، قاعدة إيش؟ ماشي يا مشايخ. وقد ثبت عن عمر وابنه علي وابنه وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم انهم بالوا، وهو دال على الجواز من غير كراهه اذا امن الرشاش. اذا الان بعد ان قرانا الروايات والى اخره، بس احنا يا جماعه لسه بقي عندنا سؤال سؤله الامام مالك، صحيح؟ اخر شيء في الباب. قال يحيى وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه اثر؟ قراتم هذا معي؟ ثاني بيقول ايه؟ سئل عن ماذا؟ عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه اثر؟ فقال بلغني ان بعض من مضى، يعني مين من مضى دول؟ السابقين من الصحابه والتابعين وكبارهم، كانوا يتوضؤون من الغائط وانا احب ان اغسل الفرج من البول. مين اللي بيقول كده؟ يتوضؤون من الغائط. ايش يعني يتوضؤون من الغائط؟ يتوضؤون الوضوء اللغوي، يعني يغسلون الفرج من الغائط والايه؟ والبول. خلاص؟ واضح هذه ولا فيها اشكال؟ وانا احب ان اغسل الفرج من البول. يعني ايش هذا الكلام؟ يعني احب ان اغسل الفرج من البول حتى لو استجمرت بالحجاره، فاني اتمم بعد الاستجمار بالحجاره الغسل بالايه؟ بالماء، فانه انقى واطهر للايه؟ للموضع. وده كلام سيدنا الامام مين؟ مالك رضي الله عنه. يعني هو نعم. ليس لازم؟ ليس لازما، نعم، ان استجمر وتاكد ان المكان طهر وان الماء قد انقطع ليس لازما ان يغسل بالماء، لا يكتفي بالاستجمار. لكن هذا للذكر ام للذكر والانثى؟ بل هذا للذكر فقط، وسياتي ونحن نقرا سويا متن ابن عاشر. فلا يجوز للمراه ان تكتفي بالايه؟ بالاستجمار. ماشي يا مشايخ. وبهذا نكون قد قرانا باب ما جاء في البول قائما وضحت وغيره. هذه وضحت ولا ما وضحت؟ وغيره وضحت الان. وبهذا تكون قد عرفتم الحكم في البول قائما وما جاء فيه من اخبار واحاديث، وان فيه الجواز عند الائمه، وان كراهيته كراهيه ايه؟ تنزيهيه، وهو جائز ان امن الرشاش، وان ايه لم يرتد عليه البول ولم يستقبل به الريح والى اخره.